أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في العراق. تتأثر المنطقة بكتلة هوائية شديدة البرودة جلبت معها درجات حرارة باردة جدا وقياسية في عموم منطقات الشرق الأوسط. أثرت هذه الكتلة الهوائية الباردة على 10 دول في الشرق الأوسط، هي تركيا، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، الكويت وأجزاء من المملكة العربية السعودية. أيضا حطلت زخات من الثلوج في 4 عواصم عربية في نفس الوقت، وهي العاصمة بغداد، دمشق، عمان والقدس الشريف. هطلت الثلوج بشكل نادر وتاريخي في العاصمة بغداد خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء وأيضا خلال الليلة الماضية. كانت يذكر أن آخر هطول للثلوج في العاصمة بغداد كان عام 2008 لكن لم يكن متراكم. هذه المرة خلال ساعات صباح اليوم هطلت الثلوج في العاصمة بغداد، كانت متراكمة ليس فقط في العاصمة بغداد وإنما في عموم مناطق العراق، في مدن لم تشهد من قبل تساقطات ثلجية أو تشهد تساقطات ثلجية لكن بشكل نادر جدا. الكتلة الهوائية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط كما ذكرنا هي إقليمية شديدة البرودة قياسية وتاريخية أيضا. يتوقع أن تتراجع شدتها خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القادمة مع ابتعاد هذه الكتلة القطبية عن منطقة الشرق الأوسط. لا بأس نستعرض وإياكم الخريطة الجوية التالية التي بثيناها خلال نشراتنا السابقة والتي توقعنا فيها تساقط الثلوج بشكل تاريخي في عموم منطقة البادية، بادية الشام وأيضا بادية العراق، الصحراء العراقية وامتدادا حتى العاصمة بغداد. هذه الخريطة تنبثها في نشرة جوية قبل 3 أيام تقريبا، ركزنا فيها على موضوع الثلوج في العاصمة بغداد. أيضا الثلوج ذكرنا بأنها ستكون تاريخية، درجات الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر المئوي. درجات الحرارة تدنت إلى ما دون الصفر المئوي خلال ساعات صباح اليوم، تحديدا سجلت العاصمة بغداد درجتين مئويتين تحت الصفر. أيضا الثلوج شملت العديد من المناطق السورية، أيضا كانت على شكل عواصف ثلجية شديدة في الجبال اللبنانية. التساقطات الثلجية أيضا شملت أجزاء من الأردن وأيضا أجزاء من فلسطين وأيضا شمال المملكة العربية السعودية. الثلوج أيضا هطلت بشكل كبير فوق الجبال العالية من شمال العراق، تدنت درجات الحرارة فوق القمم الجبلية العالية في شمال العراق إلى ما دون 15 درجة تحت الصفر، وهي درجات قياسية وباردة جدا في شمال العراق. أيضا درجات الحرارة القياسية شملت شمال سوريا، كانت ما دون 15 درجة مئوية تحت الصفر. أيضا كانت درجات الحرارة ما دون الصفر المئوي، ما دون درجة التجمد في العديد من المناطق بلاد الشام وأيضا من شمال السعودية. يذكر أن مدينة الطريف شمال المملكة العربية السعودية سجلت الليلة الماضية 4 درجات تحت الصفر، لكن مع سرعة رياح بلغت 40 كم/ساعة، وبالتالي درجة الحرارة المحسوسة قاربت 10 درجات مئوية تحت الصفر في شمال المملكة العربية السعودية تحديدا في مدينة طريف. نترككم الآن في بث لمشاركاتكم من دولة العراق الحبيب، فيديوهات وصور تم إرسالها لنا من قبل العراقيين في الثلوج التي هطلت على العاصمة بغداد في عموم مناطق العراق خلال صباح اليوم. نترككم الاستمتاع بهذه الفيديوهات، نتمنى ثلوج خير وبركة للعراق تجلب معها الخيرات والسلام لهذا البلد الجميل.